للحديث عن هذه الإشادات، يعني دكتور، أيضا هناك مشروع بلبان للطاقة المتجددة والذي أشادت به منظمة الأمم المتحدة وأيضا البنك الدولي. ده صحيح، ويمكن حتى كان في توقيع لاتفاقات يعني يتم توقيعها بخصوص الطاقة والطاقة المتجددة، وإن مصر تصبح مركز للطاقة ونقلها وتصديرها. يمكن كانت قال إن في اتفاقات يتم توقيعها بحوالي، يمكن في هذه الزيارة فقط، بحوالي يمكن 300 مليون يورو. رقم كبير. رقم كبير طبعا. إذن يعني يبدو الأمر إن مثل هذه الزيارات لها أهمية كبيرة، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية، وإحنا ما نقدرش يعني نفصل. أعتقد كلهم مرتبطين ببعض. طبعا ما نقدرش نفصل الاقتصاد عن السياسة عن الأمن، كلهم مرتبطين في النهاية. وأنا عاوز أقول أيضا إن السياسة الخارجية الناجحة بتكون ناجحة بقدر انعكاسها إيجابا على الشعب. إذا مثل هذه الزيارات، ويعني وهي متكررة الحقيقة، سواء على مستوى ثنائي يعني بين مصر ودولة أخرى، أو على مستوى جماعي يعني مثل هذا اللقاء وقمة الـ20، وقبل كده كان قمة التيكاد عديد، وكان كان في لقاء أيضا في روسيا في سوتشي. إذا يبدو الأمر إن مثل هذه الزيارات ومثل هذه اللقاءات تعود بالنفع على المجتمع المصري وعلى القارة الإفريقية بالتأكيد. وده المعيار الحقيقة لنجاح السياسة الخارجية، وخصوصا أن مصر يعني بدأت تلعب أيضا في السنوات الأخيرة دور نشط في إفريقيا. يعني أحد محاور السياسة الخارجية المصرية الآن هو التوجه نحو الجنوب. التوجه نحو الجنوب يعني نحو القارة الإفريقية، في التوجه نحو الشرق يعني نحو آسيا، وفي التوجه نحو الغرب الولايات المتحدة. إذا ده بيعطي نوع من المرونة، نوع من الاستقلالية للسياسة الخارجية المصرية، وخصوصا على مستوى دبلوماسية القمة اللي هي دبلوماسية القادة والزعماء.